شو صار مع غيث مروان؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع أنا صلاح نشرة أنس مروان ستوري على صفحته بالإنستغرام لأحد فانزاتهم اللي تبرعت بمبلغ باسمهم، وأنس علق على هذا الموضوع: محظوظين فيكم. أما غيث مروان فبعد ما شفنا تحسن في حالته بالأمس وفرجانا جانب رومانسي من شخصيته، حيث قام بفك ربطة شعر خطيبته سارة. أوكي، أنا رابطه شعري من هون شعدته هيك بربطة كتير صغيرة وغيث بده يفك لي إياها لأنه راسي عم يوجعني. ليك شو اللي قاع؟ ليه عم تقول قاع؟ شو هاي؟ عملي؟ ماشي ماشي اقسم بالله كيف ملزقة ما بعرف. ييي ما توجعني قوي والله خايف اوصلك شعرك. مش طب مش طب لا انا برايي خلص خليها براسك. شو هاي؟ وكيف وضعك يا بس بدك. اليوم كمان تأزم وضعه الصحي وراح على المستشفى. بنتمنى لغيث مروان الشفاء العاجل. نمر الى نارين بيوتي التي ايضا اعلنت عن خبر مرضها بالامس على ستوري ترد من خلاله على فانزاتها، وهالشيء اللي خلى نارين بيوتي تغيب على الانستغرام. وبنتمنى لنارين الشفاء العاجل ايضا. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back.